الأولى والميدالية الذهبية. أمين أغلى ثانوية الزراوي التأهيلية ترودنت السيد محمد شملي مفتش التربية البدنية والرياضية بالمديرية الإقليمية ترودنت يتفضل مشكورا ليوشح صدر الفائز بالرتبة الأولى والميدالية الذهبية أمين أغلى. أمين. إذن الأستاذ محمد شكرون يحضر معنا هذه الفعاليات صورة تذكارية للثلاثي الفائز بالرتب الثلاثة الأولى أمين أغلى زكريا أيت حميد ياسين المدن والسادة المفتشون والمؤطرون والمستشارون الجماعيون إضافة إلى رؤساء اللجان الرياضية. الأستاذ عبد الرحيم خرز كاين رئيس مكتب الارتقاء بالرياضة المدرسية بإسكان أيت ملول يحضر معنا هذه الفعاليات هو وسي مولينا وسي بنيت إضافة للسيد حسن عيد الله وإضافة كذلك الحنان مقبول غتحمو على هاد الوليدات ميداي سيرتيفيكا دو ريكونيسونس بلوس سورفيتمون ديدي ا سي شامبيون. إذا فريق السيد احمد اعمر هذه التلوي الاعداديه تحظى بشرف كل هذه الشخصيات. سي امين سي نوفل انتم اللي انتموا للدار مول العرس ولاختتام هذه التظاهره الرياضيه سي عبد الرحيم الله يخليك قدم الميدالية والكأس. سي نوفل الأستاذ المفتش الإقليمي للتربية البدنية والرياضة المدرسية. يلا أستاذ يلا أتمنى نوفل الكأس نوفل الكأس لعميد الفريق يقدمها الأستاذ نوفل مولينا مفتش التربية المدنية والرياضة المدرسية أو الرياضية بالمديرية الإقليمية أكادير لدوتنان. شكرا لممثلي الجماعة شكرا لممثلي جماعة تشيرة شكرا كذلك لكل من حضر معنا ونسيت عبد الغني عبد الغني التقي الذي عيب يتخبع خلخها وواجه سي عبد الغني التقي عضو الفرع الاقليمي للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه حكم في كره اليد مندوب في كره اليد استاذ هدايا صلدي هبة بيسا ليا نين اسلام نور انور فاطمة الزهراء اوشن اطلب من الحضور السيد المدير مدير الاكاديمية والسيد المدير الاقليمي لاكادير دوتنان والسيد المدير الاقليمي لشتوكا اتباعه إضافة إلى الأستاذ محمد لونزري أن يتفضلوا مشكورين لتوشيح صدر الفائزات بستة بالميداليات إضافة إلى الشواهد والزي الرياض والزي موحى Thank you.
الاستاذ محمد الونزاري. محمد الونزاري ان يتفضل مشكورا. الكاس الله يخليك، الكاس لعمدة الفريق. هناك السادة المفتشون مبارك هوكيم رشيد بشبلة رئيس مصلحة الموظفين بالأكاديمية، الأستاذة نوال جباري أستاذ التربية البدنية والنائبة الثالثة لرئيس جماعة الدرارقة، السيد نوفل مولينا السيد رئيس لجنة الرياضة بجماعة الدرارقة. كل الحضور الكرام مع هذا التتويج وثانوية الحسن الأول لتردد أستاذ رشيد بشبلة يتفضل مشكورا. بقيتم أنتم عن الصورة لتكتمل الصورة مع هذا الفريق الجميل، هذا الفريق المثالي، الراية الوطنية، كثير من الدم من أجل جزء صغير.